فاحنا بالقطع طبعا عندنا زياره رئيس الوزراء, الياباني كيشيدا للقاهره واستقبال فخامه الرئيس السيسي ليه, ومساله الشراكه الاستراتيجيه ما بين البلدين لان دي حاجه مهمه وكبيره جدا. وصف الشراكه الاستراتيجيه ده شيء كبير ومهم جدا بل ومحوري. من ناحيه تانية طبعا عندنا الحوار الوطني وانطلاق الفعاليات باذن الله بتاعت اولى او اول الاجتماعات يوم الاربعاء الجاي. دي يمكن الحاجات الرئيسيه والاكثر اهميه عندنا النهارده. امبارح يوسف انا اتفرجت عليك باستمتاع شديد حقيقي والله. الله يبارك لك يا اخي. لا والله بتكلم جد. الله يبارك لك. والعرض اللي انت عرضته واللي كان موجود على الجرافيك والزملاء في البرنامج امبارح عن سينا والتطور اللي حصل فيها في السنوات اللي فاتوا واللي شفناه سواء بالاحتفال بقى ب 41 سنه على احتفالات سينا او المشروعات التنمويه اللي حصلت على الارض, يعني لا يمكن اي عقل يتصور ولا يمكن اختزاله زي ما انت قلت امبارح في مشروعات الطرق والكباري فقط اللي حصل على ارض سينا. ثورة علمية تنموية مستدامة فعليا. أنا كنت فخور جدا باللي حصل امبارح. يا رب يخليك يا مصطفى, ده بجد يعني هي عارف أنا بالنسبة لي ببص على احتفالات ال 41 سنة دي في إطار أنه ده التحرير الكامل أو الاسترداد الكامل لسينا بالمعنى الحرفي للكلمة. تنمية تمام حقيقي, حقيقي. استرداد حقيقي. وجودك الكامل كمصر ووجود سينا الكامل كجزء من المكون المصري, مصريين سيناوية للأسف عاشوا لسنين حتى بعد استردادنا للأرض في شكل من أشكال التهميش اللي أنا مش قادر أفهم سببها حتى اللحظة إيه. بس عدى. اللي أنا بشوفه النهاردة ده هو واحد من أهم الحاجات اللي حصلة يمكن في تاريخنا القريب خلال 40-50 سنة اللي احنا شاهدين عليه على الأقل. طبعاً طبعاً.